ضواحي النضور حريق مهول يعرقل حركة السير. نشب عشية اليوم السبت حريق مهول بالرقعة الغابوية المحاذية للطريق الوطنية رقم 16 بين النضور ومنطقة أركمان، وحسب مصادر محلية فقد تسبب الدخان الكثير الذي خيم على الطريق في ارتباك حركة السير والجولان بسبب انعدام الرؤية. وأفادت ذات المصادر أن الحريق تسبب فيه أحد المتشردين الذين يعيشون في المنطقة بعدما أضرم النار في بعض الأغصان اليابسة لتتسع رقعة الحريق بسرعة بفعل الرياح ودرجة الحرارة حسب قول بعض المصادر. وفور إخطارها انتقلت عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية إلى مكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه، حيث لا زالت إلى حدود عمل هذا الفيديو تحارب الزمن لمنع وصوله إلى الطريق السيارات.